السلام عليكم. موضوعنا اليوم موضوع جدا مهم وجدا مفيد، وأتمنى من الجميع يركز عليه لأنه كثير بيخدمنا في مواد بعد هيك. موضوع بالنسبة لنا بتعلق بالترانسفير فانكشن وكيف ممكن ندرس تأثيره مع تغير الفريكونسي. حكينا قبل هيك إنه إحنا بالنسبة لنا ترانسفير فانكشن اتش اوف اس، إذا ذاكرين اتش اوف اس إله ماجنيتيود وإله فيز. تغير الماجنيتيود مع الفريكوانسي يعني H أوف أوميجا، بس اللهم إحنا بناخذ الماجنيتيود بتاعه، هذا مهم جدا. يعني إذا ذاكرين كنا نحكي إنه هل عندنا أمبليفيكيشن ولا عندنا أتينيويشن، هل الأوتبوت أو الإنبوت، هاي الكلمات كلها مين اللي جاوبنا عنها كماجنيتيود مع تغير الفريكوانسي. فالإكس أكسس بده يكون الفريكوانسي، والواي أكسس شو بده يكون؟ التغير، سوري الماجنتيود. الان الانذر بوينت اللي هي ايش؟ الفيز. هل فاي هاي فانكشن اوف اوميجا؟ قلنا عندك كل ما بتعوض اوميجا بيطلع معك ماجنتيود مختلف غالبا وفيز مختلف. فعشان هيك نركز على عنوان السكشن تاعنا. شو عنوان السكشن تاعنا؟ اللي هو البود دايجرامز او البود بلوتس. البود دايجرام او البود بلوتس، ليش في جمع بالآخر البودي بلوتس؟ واحد، لأنه إحنا بنرسم رسم الأولى للتيتا للماجنتيود، والرسم الثاني لمين؟ لتيتا. فما ننساش إنه إحنا عنا تو بلوتس. الآن راح نتعلم سوا الرسم التقريبي، يعني إحنا راح نرسم هاي البود بلوتس بس بشكل تقريبي. الرسم الأدق إن شاء الله بكون بالماتلاب، وإحنا ممكن هون في هاي المادة نعطي هنس عليه أكثر يعني، لكن غالبا انت راح تحاول تتقنه لوحدك لانه هاي المادة مش راح تكون كافية لها. لو انا وياكم بس هيك نتذكر ان احنا شرحنا الديسيبل سكيل، الديسيبل سكيل وطولنا فيه كثير علشان يعني ما نرجعش نعيده الان. احنا كل هدفنا شغلتين، اهم نقطتين في هذا الشابتر، البودي بلوتس والفلترز. فهي بلشنا باول هدف. نرجع في معلومات حكيناها، يعني أتمنى منكم تركزوا عليها. نذكركم إن إحنا موضوعنا الآن اللي هو البودي بلوتس تاع مين؟ الفولتج والكرنت، يعني مش كفولتج لحاله ولا كرنت لحاله. الفيزر البلوك دياجرام ترانسفير فانكشن للفولتج والكرنت. فعشان هيك إحنا راح نتعامل مع 20 لوج مش 10 لوج. 10 لوج وين؟ في الباور. 20 لوج بالفولتج والكرنت أو بالترانسفير فانكشن تاعت الفيزرز. طيب ماشي، احنا هذا الاشي متفقين عليه، بس عشان نذكركم سواء ببعض الخطوات. احنا كنا لما بدنا نرجع الدي بي لأكتوال جين شو كنا نعمل؟ نقسم على 10، بس الآن نضطر نقسم على ايش؟ على 20، وبعدين ناخدها للباور 10. هيك احنا رجعنا لأكتوال جين بالعكس طبعا، يعني عكس اللي احنا متعودين. بدل 20 لوج كذا احنا الآن بدنا ناخد كذا، كم هاي كذا كم، وعندنا الدي بي. اتوقع فاهمينه، وان شاء الله فيك براكتس بروبلم بتحلوه كمان شوي. المهم نرجع الواحد دي بي، سوري الواحد الاكتوال لما بكون الجين واحد، يعني علاقة الاوتبوت بالنسبة للانبوت واحد، كم تطلع بالدي بي؟ زكتوها بس ما بدي تنسوها، 0 دي بي تعني واحد. متى الصفر بيساوي واحد؟ الصفر دي بي بيساوي واحد، وعرفنا شو معنات 0 دي بي، يعني الاوتبوت والانبوت same value same magnitude. الان الاثنين كم لما بكون الماجنيتيود 2 كم تطلع معنا الدي بي؟ 6. طيب احنا المحاضرة الماضية كنا نحكي انه الواحد على 2 نص شو بتعطينا؟ ناقص 3 دي بي. هل هذا الحكي صح ولا يعني الان يعني لو هي حولناها 1 على 2، 1 على 2 شو حتعطينا شباب؟ 1 على 2 حتعطينا، خد 20 لوج، 20 لوج لأي أساس؟ الأساس 10. لها شو حتعطينا؟ الاثنين شو حتصير؟ 2 to the power minus 1، يعني 20 log الاثنين to the power minus 1. الماينس 1 راح تطلع برا. فاحنا حكينا المحاضرة الماضية انه النص شو ماله؟ ناقص 3 دي بي. ليش هون طلع 6 دي بي ومع تقريبا؟ ببساطة عشان انا عارف انها خطوة بسيطة، اللي هي هاي 20 لوج. احنا المحاضرة الماضية كنا نحكي عن باور فكانت 10 لوج، فالآن انت بتحكي هاف باور هاف باور هاف باور.
مضطر تحكي ناقص 3 دي بي. لكن إذا بتحكي ضعف الفولتج أو ضعف الكرنت أو نص الفولتج نص الكرنت، أنت الآن بتحكي عن 6 دي بي وناقص 6 دي بي، تمام؟ فأتمنى تكون هاي النقطة واضحة. ببساطة حول 2 ل دي بي حتطلع 6. ليش؟ لأنه إحنا بنستخدم 20 لوج، لأنه بنتعامل مع فيزرز اللي هم الفولتج والكرنت. هاي الستة مش صح 100%، عشان هيك تقريبا هي تطلع تقريبا 6.02. إذا بتلاحظ بالفريكونسي ريسبونس إحنا كثير عندنا أبروكسيميشنز، فعشان هيك في كثير أرقام راح تشوف إنه إحنا بنقول لك هذا الأبروكسيميشن بنتقبله مع إنه مش كثير دقيق. طيب نيجي سوا أنا وياكم للعشرة. لو كان عندنا 10 الجين 10 يعني 10 أضعاف، عندنا امبليفيكيشن 10 تايمز، كم تطلع هاي بالدي بي؟ 20. هيك احنا شو انتقلنا من 1 ل 10؟ دافين باللوج بيبر اللوج كير احنا 1، هاي 1. النكست تك شو حتكون؟ اللي هي ال 10، يعني من 1 ل 10. فاحنا لما انتقلنا من 1 ل 10 كم زادت الفاليو؟ من 0 لكم؟ ل 20 دي بي. فزاد الدي بي بمقدار كم هذا التغير؟ 20. إذا أنت ضربته ب10. الآن لو رحت عند 100، لو رحت عند 100 بس هيك سريعا نكتبها هون، لو كنا نحكي 20 لوج المية، شو يعني 20 لوج المية؟ المية شو هي؟ هي 10 to the power 2، صح؟ هاي 2 راحت هون صارت ضرب. طب 20 لوج العشرة، أنا وياك قبل شوي شو كتبناها؟ 20 لوج العشرة 20 دي بي، 20 دي بي وضرب 2 تطلع معنا كم؟ 40 دي بي بدون ما نستخدم الآلة الحاسبة نهائيا. طب معناته أنت كمان تك، إذا رحت كمان تك، أنت كنت عند العشرة ورحت عند الديكيد اللي بعديها اللي هي إيش؟ 100. كم الدي بي راح يزيد؟ راح يزيد كمان 20، يعني هو كان 20 وراح يزيد كمان 20، حيصير 40 دي بي. طب لو رحت عند الألف حيزيد كمان 20. فأنت كل ما مشيت ديكيد 10، كل ما مشيت ديكيد حيكون أنت انتقلت بإيش؟ بزدت على الماجنتيود 20 دي بي. طيب لو رحت أنا وياكم لجذر الاثنين، جذر الاثنين أمبليفيكيشن ولا أتنيويشن؟ أمبليفيكيشن، لأنه تقريبا جذر الاثنين 140%، صح؟ جذر الاثنين تقريبا هي 140% أمبليفيكيشن. فكم الدي بي تاعها؟ بوزيتيف. حكينا يعني طلع معي كل كلمة حكيناها قبل هيك، أنا عارف إني عدتها كثير، لكن بدناش ما نتغلبش هون. إحنا عندنا amplification، بما إنه أنت بتحكي عن amplification معناته الدي بي بوزيتيف، ما ننساش. فواحد على جذر الاثنين. تعالوا بس لو افترضنا إنه هاي المعلومة عندنا، هاي المعلومة عندنا، والآن أنا وياكم شو بدنا نوصل؟ ل 20 لوج 1 على جذر الاثنين. يعني ايش يعني هاي الفكره؟ انه انا وياكم عارفين انه الجين الاكتوال جين 1 على جذر 2. لو بدنا نحولها للدي بي ببساطه عندنا ايش؟ 20 لوج 1 على جذر 2 هي جذر 2 او 2 تو ذا باور ماينس 1.1 اوفر 2. الناقص نص راح تطلع برا، ناقص نص راح تطلع برا، وحيضل عندنا ايش؟ 20 لوج الاثنين. كم 20 لوج الاثنين شباب؟ ما احنا حكينا 20 لوج الاثنين 6 دي بي، 6 دي بي مضروبة ناقص نص حتطلع معنا ناقص 3 دي بي، مع التذكير انه نوعا ما هذا ايش؟ ابروكسيميشن زي ما ظهر معنا. اتمنى يكون هاي النقاط واضحة. انا عارف انها مراجعة للمواضيع اللي قبل، وهي عندك براكتس بروبلم، اتمنى انك تتسلى في هذا البراكتس بروبلم وتحل تطلع الاجابات كلياتها، على اساس طلع معي هذا البود بلوت يا حتفهمه يا اما حتغلب فيه. طيب الان نرجع سوا، احنا شو هدفنا في هذا السكشن وهذا الشابتر؟ لو عندك ترانسفير فانكشن، هذا الترانسفير فانكشن انت بدك تحسب له ايش؟ البود بلوت او الفريكوانسي ريسبونس. فنقطه اساسنا الان في هذا الشابتر الترانسفير. نتذكر انا وياكم شو هو الترانسفير فانكشن. انا بعرف انه علاقه الاوتبوت مع الانبوت، بس احنا ذاكرين شو كتبنا قبل هيك، انه هو بولونوميال للباست بالنسبه للبولونوميال اللي جاي معنا اللي موجود بالمقام. هذول التو بولونوميالز راح يعني كيف نكتبهم؟ اصفار الباست واصفار المقام، صح؟ يعني لو كان عندنا ترانسفير فانكشن ات شوف اس
h of s equal n of s equal n of s على d of s. كيف راح نتعامل معه؟ احنا قلنا ممكن نكتبه بصيغة انه لو في a constant اي اشي 5 4 3 s plus z1 s plus z2 مش اي بولونوميال له فاكتورز او زيروز s plus z3 وهلم جرى. والمقام نفس الشيء الدينامينيتر اللي هو s plus b1 اي بولونوميال ممكن نكتبه بهاي الصيغه على اساس انه كلكم هذا الكلام عارفينه من الماث من الكالكولوس من كل هاي المواضيع بغض النظر كل هاي الامور. هيك طلع معي هذا الجنرال ترانسفير فانكشن. اتذكر انه احنا ناخذ لوج الاكس على واي شو بيساوي؟ لوج قبل ما نحكي 20 لوج ولا شيء، لوج خلينا نقول a في اكس على واي شو حيعطينا؟ لوج الـ A صح؟ لوج الـ A زائد لوج الـ X ناقص لوج الـ Y صح؟ ما أظنش حد يعني ناسي هاي الخواص لأنه راجعناها المحاضرة. طيب معناته أنا وياكم ممكن نفكر في 20 لوج مين؟ الماجنتيود للـ H على أساس إنه هو إيش؟ بيساوي طبعا كله للاساس 10 على اساس انه لوج هذا لوج الاي لوج هذا التيرم لوج هذا التيرم لوج هذا التيرم لوج هذا التيرم بس ايش هذول صاروا بالمقام معناته ايش بيكونوا ماينس. تعالوا ناخذ قطعه واحده. ليش حتقول لي مش بلشت مش راح تبلش من الاي؟ لانه الاي يعني 20 لوج رقم. شو يعني 20 لوج رقم؟ حيعطينا رقم فاليو ماشي هاي الفاليو تمام احنا عرفناها. الان القطعة الأولى اللي راح نأخذها سواء أنا وياكم بدنا ندرسها بتقريب حنرسمها بأسيمتوتس. أسيمتوتس مرت معكم الكلمة هاي قبل هيك. خلينا نشوف أول أسيمتوت أخذناه. أنت قبل شوي شو بتقول لي؟ حتأخذ S plus Z1 وهنا شو شفنا؟ شفنا إشي بشبهاش ببساطة. هاي حولناها تخيل معي لو قسمنا وضربنا على Z1 يعني Z1 في أخذنا عامل مشترك Z1 هيطلع معنا S على Z1 زائد مين؟ زائد واحد. هاي Z1 رقم هتطلع برا هتنضم لل A أخذناها فاكتور وحنأخذ عليها example إن شاء الله later بس أنت صبركم علي شوي شوي. فخلينا نأخر موضوع Z1. فصارت هاي الصيغة إيش مالها؟ موجودة هون نفسها بس اللهم بدال Z1 شو كتبنا؟ كتبنا A1. هاي الـ A1 اللي احنا كتبناها على أساس أو A على أساس إنه أنت هذا سواء كان في البسط ولا في المقام تعرف تتعامل معه لوحده تمام؟ فهاي أصل الأصل شو هي هاي؟ إنه كان عندنا 0 عند وين؟ عند الناقص 1 زي ما هنا إنه 0 Z سوري Z شو تساوي؟ ماينس Z الزيرو لين أصفار البسط اللي هي ماينس زد 1 نفس الكلام الآن بس اللهم احنا أخذناها كتبناها بهاي الصيغة. ليش كتبناها بهاي الصيغة؟ تعال أنا وياك بس هيك نرجعها هاي لحقيقتها أو احنا كيف راح ندرسها في هذا الشابتر. هي واحد بلس ما فيش أس في هذا الشابتر. الشابتر هذا مش كومبلكس فريكونسي أناليسز. هذا الشابتر شو اسمه؟ فريكونسي أناليسز. في فرق كبير بيناتهم إن شاء الله بس نوصل لشابتر 16 اللي هي جي أوميجا. كل أس عندنا اللي هي جي أوميجا على A. الآن واحد زائد جي أوميجا على A. إذا ذاكرين في نهاية المحاضرة الماضية ناقشت أنا وياكم بشغلة إنه A plus B متى تقريبا هاي تساوي A ومتى تقريبا تساوي B ومتى ما بزبطش هذا التقريب. قلنا لما A أكبر بكثير من B الجواب تقريبا A. يعني تخيل معي 1000 زائد 1 شو تقريبا 1000؟ يعني انت لو معك 1000 دينار ومعك وانا اعطيتك دينار هقول لك قديش صرت معك. لو احنا مش في حصه رياضيات هتقول لي انا معي 1000 شو الدينار اللي اعطيتني اياه صح؟ نفس الكلام لو عكسنا A و B هذا الكلام بنطبق هون. كيف يعني؟ ناخذ حالات. الحاله الاولى انه اوميجا على A شو مالها؟ اكبر بكثير من 1.
يعني أوميجا على A أكبر بكثير من واحد، يعني الأوميجا صغيرة بالنسبة ل A، أو إنه الأوميجا أكبر بكثير من A. هذا الكلام كلياتنا عارفينه. شو يعني أوميجا أكبر بكثير من A؟ أخذنا بالإلكترونيكس وبجماعة الرياضيات إنه هذا الأبروكسيميشن، إحنا بنفترض إنه أوميجا أكبر من 10 تايمز A، صح؟ فلو كان عندي شرط العشر أضعاف، إحنا في هاي المادة نفترض شرط العشر أضعاف، فعندي أوميجا أكبر بكثير من A، يعني أكبر من عشر أضعاف A، لأن هذا التيرم رقم أكبر بكثير من واحد. نرجع لهذا الفاكتور، إذا هذا الفاكتور أكبر بكثير من واحد، يعني واحد زائد فرضا واحد زائد جي، لو قلنا إنه أوميجا واحد زائد جي 10، شو يعني واحد زائد جي 10؟ يعني تقريبا هذا جي 10. يعني حتى لو أنت حسبت الماجنيتيود تاعه واحد زائد، يعني كيف هتحسب الماجنيتيود على سيرة الماجنيتيود؟ هذا الماجنيتيود تاعها شو هو؟ جذر الأول تربيع اللي هو واحد، زائد الثاني تربيع أوميجا على A الكل سكوير، صح؟ فواحد زائد مية تقريبا، شو يعني واحد زائد مية؟ على أساس إنه جي على أوميجا هاي شو تساوي؟ عشرة. واحد زائد مية هو تقريبا مية، تقريبا مية. فبالتالي هذا تقريبا في هاي الكيس اللي احنا بنشرح فيها اللي هي واحد، اللي هو ايش؟ تقريبا أوميجا على A سكوير تحت الجذر. ليش؟ لأنه أوميجا على A، أوميجا على A 10، 10 to the power 2 100، 100 plus 1 هي تقريبا 100 تحت الجذر، فهي صفت معنا إنها هي تقريبا إيش؟ أوميجا على A. أتوقع الموضوع سهل، بس إحنا يعني بنفصله زيادة معكم. الآن في عندنا حالة ثانية، شو هي الحالة الثانية عكسها؟ لو قلنا إحنا هذا الترانسفير فانكشن اللي حاليا بس بنتعامل معه، لو كانت أوميجا على A العكس، شو مالها؟ أقل بكثير من واحد، يعني إما الـ A كبيرة، أو أنت بتتعامل مع low frequencies، very low frequencies بالنسبة لـ A، فبالتالي هذا إيش؟ يعني رقم أقل بكثير من واحد، كيف ممكن إحنا نترجمها؟ يعني أوميجا أقل بكثير من A. شو يعني أوميجا أقل بكثير من A؟ يعني هذا الترم تقدر تهمله، عكس المرة، عكس الحالة الأولى، هو كان الدوميننت هون، مين الدوميننت؟ كان أوميجا على A. فحاليا احنا شو بنحكي؟ لا، أوميجا أقل بكثير من A، فبالتالي يعني كأنه أوميجا أقل من 0.1A. هيك بس، هيك نوقف شوي، 10 1 over 10، مش كأنه بنحكي عن decades؟ ذاكرين بالبود بلوت، هرجع امسحها هاي بالبود بلوت، احنا قلب البود بلوت لسه نشرح فيه، احنا عندنا كان واحد، وإيش النكست ديكيد؟ 10. طب والديكيد اللي قبليها شو هي؟ 0.1. فأنت ترجع 10 أو بتتقدم 10، يعني يا إما بتخصم صفر، بتشيل صفر، تحرك منزلة، أو بتزيد صفر، تمام؟ فلساتنا في نفس المنطق، عشان هيك إحنا شرط العشر أضعاف بالنسبة لنا ممتاز، ممتاز في هاي النقطة. الآن لو قلنا إنه هذا التيرم مش كثير مهم، لو بدك تفكر فيها من هون، هذا واحد وهذا في أسوأ أحواله 0.1 تربيع، يعني 0.01 plus 1.01، تمام؟ فإيش كم قيمته هذا؟ كم قيمته؟ تقريبا واحد. كلياتنا هذا الإشي ممكن نقرب، فصف معنا الترانسفير فانكشن في هاي الحالة هو عبارة عن واحد، هو تقريبا h magnitude. h magnitude شو بيساوي؟ واحد. هنا h magnitude شو كانت؟ h magnitude شو كانت بتساوي؟ هي أوميجا على A، أوميجا على A، صح؟ طيب في حالات ثالثة، في حالات ثالثة، حالة بكون أوميجا على A، أوميجا على A لا هي أكبر بكثير من واحد ولا هي أقل بكثير من واحد. لو هيك فكرنا بهذا الكونديشن، بهذا الكونديشن وهذا الكونديشن، إيش متى أنت ما بتحققهمش؟ ببساطة لما أوميجا in between شو؟ ال 0.1A، 0.1A، وإيش كمان؟
والتن ايه صح؟ شو هاي؟ حيظل الاتش ككومبلكس، شو بيساوي؟ واحد بلس جي اوميجا على ايه، ولا عارفين مين اكبر ولا مين اقل، بس هاي في منها حالة خاصة. شو هي الحالة الخاصة هون؟ اللي هي اربعة، حالة خاصة من هاي الانترفل. شو هي؟ لما اوميجا ايكوال ايه، مش هيك؟ هي مش النقطة النص بالمنتصف من ناحية الديكيدز، اوميجا بتساوي ايه. ففي هاي الحالة شو صفى معنا؟ اتش اوف اس او اتش اوف اوميجا هو شو بيساوي؟ واحد بلس شو؟ جي اوميجا على ايه، وبدال اوميجا شو بدنا نكتب؟ ايه. فشو صفت؟ واحد زائد جي. واحد زائد جي الماجنتيود جذر الاثنين، وهذا الماجنتيود جذر الاثنين طلعوا معي، احنا عارفين الدي بي تاعته، مش جديد علينا. والفيز فاي شو حتكون؟ فاي شو حتكون شباب؟ فاي حتكون كلياتنا بنعرف 45 درجة، 45 درجة. هذا الكلام كلياتكم عارفينه ومش جديد عليكم. طيب ما دام كل هذا الاشي احنا ان شاء الله انه عارفينه، تعالوا نرجع نحله. بس ايش بشويش. اولا قلنا الاتش ماجنتيود مش جديدة علينا، هاي المعلومة اللي عندنا مش جديدة بالمرة، صح؟ طيب اخذنا الابسوليوت فاليو تاعتها فصفت معنا هاي. نيجي حولناها ل دي بي، اخذنا 20 لوج الابسوليوت فاليو. ما ننساش ابسوليوت ابسوليوت ابسوليوت، راح تضلها تتكرر معنا لغاية ان شاء الله ما يعني ما نخطأش فيها. قلنا عندنا تو كيسز، لما الكيس الاولى اوميجا اقل بكثير من ايه، فتقريبا الترانسفير فانكشن ما دام هاي اقل بكثير من اوميجا اقل بكثير من ايه، معناته هذا بنقدر احنا ايش نساوي فيه؟ نهمله. لما اهملناه صفى معنا هو كترانسفير فانكشن واحد، كاكتوال جيم واحد، لكن كدي بي المعنى الاخر للواحد اللي هو زيرو دي بي. الحاله الثانيه الهاي فريكونسي، عند الهاي فريكونسي يعني شو يعني هاي فريكونسي؟ اكبر من 10 اضعاف الايه، الايه حكينا من وين اجت، راح يطلع معنا لا انه الواحد مش مهم، فشطبنا الواحد، هذا الواحد اللي هون شطبناه فصفت جي اوميجا على ايه. طيب في هاي الحاله طلعوا معي كيف بدنا نرسم البود بلوت. علشان نرسم البود بلوت انا وياكم بدنا نفكر في النقاط. اول شيء رسمتنا في الاكس اكسس، رحنا على اللوج سكيل ودورنا عليه. ليش دورنا عليه؟ لان هي نقطه انطلاقنا، وبدنا ايش 10 اضعاف قبل، يعني رجعنا 10 تايمز. لما رجعنا 10 تايمز شو صار عندنا؟ البوينت 1a. ليش بدورنا على البوينت 1a؟ مش احنا قلنا في عندنا كونديشن اوميجا اقل بكثير من a، هاي الاوميجا اقل بكثير من a شو بتعني لنا؟ اوميجا اقل من بوينت 1a. فرحنا عند البوينت 1a وحكينا فالرينج اللي انت بتحكي عنه هيو من هون لهون، صح؟ لغايه الزيرو، تمام. اذكركم انه الواي اكسس هذا الواي اكسس مش موجود على الزيرو. حكينا المحاضره الماضيه الزيرو رقم كثير بعيد على الشمال، كثير بعيد، مش شرط نوصل له ولا محتاجين نوصل. يعني انت بتقول لي فريكوانسي 1 هرتز، هاي فريكوانسي قليله جدا، كلياتنا بنعرف هذا الشيء. طيب على كل او في الابلكيشنز على الاقل اللي احنا بنشرح لكم. طيب فهي النقطه الاولى. النقطه الثانيه قلنا بدنا 10 تايمز الايه اللي هي الهاي فريكوانسي، هاي نسميها مثلا لو وهاي نسميها هاي. طيب نيجي سوا انا وياكم. اول شيء عند الهاي فريكوانسي، عند الهاي فريكوانسي كيف بدنا نرسم؟ كيف بدنا نرسم؟ طلع معي هاي 20 لوج الاوميجا على ايه. تعالوا انا وياكم سوا، كنا نقول واي تساوي كي اكس، معلش ترسمها باللينير سكيل كونها لينير ايكويشن ببساطة هي. وكل ما زادت الاكس بمقدار الواي تزيد بمقدار حسب السلوب اللي هو كي، هذا السلوب اللي عندنا كي. تعال سوا احنا نقول لك 20 لوج مين الاكس. كيف بدك ترسم 20 لوج الاكس؟ اذا انت عندك لوج سكيل، تذكر لوج سكيل الستبس اللي عندك كلاتهم لوج،
ديكيدز، راح يطلع كأنه اللوج اكس اصلا مغطى باللوج سكيل فصفت 20، خلينا نقول زي. شو هي زي؟ مشيك مع اللوج سكيل، مشيك مع اللوج سكيل، هيطلع خط مستقيم من متى صفر عند الواحد. الآن صار عندنا شو؟ 20 لوج أوميجا على A. 20 لوج الأوميجا، هاي خلينا شو نحولها، 20 لوج أوميجا ناقص 20 لوج مين؟ ال A. فأنت بدال ما كان هذا السلوب تاعه 20 ويبلش عند النقطة اللي بدك إياها، عملت شيفت بس، طرحت منه فاليو، فصار وين موجود هو؟ موجود عند ال A، هذا السلوب اللي أنت رسمته. هذا هاي رسمة مين؟ 20 لوج الأوميجا على A. شو 20 لوج الأوميجا على A؟ احنا بنرسم لين سلوب، نرسم سلوب مقداره 20. 20 شو وحدة ايش؟ دلتا واي على دلتا اكس. شو هي مش هيك السلوب؟ شو يعني دلتا واي؟ يعني دي بي، كم التغير بالواي دي بي، وشو التغير بالاكس ديكيدز، انت بتمشي ديكيدز. وهذا شرحت لكم اياه لما حكينا الواحد والعشرة، انتقلنا من زيرو لعشرين، فالسلوب كم؟ 20 دي بي، 20 20 دي بي بير ايش؟ انتقالنا من الواحد للعشرة شو سميناها هاي؟ ديكيد. قفزتنا من 10 اي ل 100 اي كم اعطتنا؟ زادت الدي بي من 20 لكم؟ ل 40. فهذا السلوب كم مقداره؟ 40 20 دي بي، 40 ناقص 20 20، و 100 اي بالنسبة ل 10 اي هي 1 ديكيد. فصف عندنا السلوب شو هو؟ 20 دي بي بير ديكيد. هاي ال 20 دي بي بير ديكيد السلوب اللي احنا رسمناه، واضح انه السلوب لو استمر، احنا يفترض بنفكر في هاي المنطقة، لكن السلوب لو استمر حيقاطع مين؟ حيقاطع ال A. عشان هيك هذا اللي احنا رسمناه شو اسمه؟ اسيمتوت. هذا الاسيمتوت الاول، هذا الاسيمتوت اللي احنا رسمناه من وين جبناه من الهاي فريكونسي. في الهاي فريكونسي هذا الاسيمتوت اللي احنا بنحكي عنه. ايوه واضح معاكم، شايفين النقاط هاي؟ هذا الاسيمتوت اللي احنا رسمناه، هذا رسمناه من وين؟ من الهاي فريكونسي. شو يعني قصدنا بهاي فريكونسي؟ يعني اوميجا اكبر بكثير من ايه. تمام، اتوقع انه ان شاء الله هذا واضح. نكمل انا وياكم الان باللو فريكونسي. باللو فريكونسي شو قصدنا باللو فريكونسي؟ مش معناته الفريكونسي فيري لو، لا، بالنسبه لايه هي فيري لو. فيعني انت بتحكي كانك رجعت ديكيد قبل الايه. فهاي المنطقتين احنا خلصناهم. طب شو بخصوص للمنطقه الان بتوين؟ هاي الان بتوين بما انه ما بنعرفهاش، خلينا نستخدم الابروكسيميشن. الاسيمتوت هذا الاسيمتوت اللي هون اللي هو صفر، صفر دي بي، وهذا الاسيمتوت اللي هون سلوب 20 دي بي بير ديكيد. كملهم التو، كمل التو اسيمتوتس اللي عندك، كمل التو اسيمتوتس. تتقاطعوا وين؟ تتقاطعوا عند الايه. هيك انت نوعا ما قربت المنطقه اللي بالنص. واضح انه التقريب هذا في ابروكسيميشن. شو يعني في ان اكيورسي؟ والدليل تعالوا ناخذ النقطه A، تعالوا ناخذ النقطه A لانها ابعد شيء عن الاول اسيمتوت او ابعد شيء عن السكند اسيمتوت. عند ال A انت شو عندك؟ 1 زائد جي اوميجا على A. عند ال A لما اوميجا تساوي A هذا بيطلع معنا 1 بلس جي 1. شو يعني 1 بلس جي 1؟ يعني الماجنتيود كم بيطلع؟ اتش ماجنتيود بيساوي جذر الاثنين. جذر الاثنين شو حكينا؟ جذر الاثنين 3 دي بي. بس لو طلعت هنا جذر الاثنين كم صورة ال A؟ قلنا جذر الاثنين كم طلعت معك؟ 0 دي بي. الأصل انها تطلع وين؟ هون، تطلع هون. هاي النقطة ال A بصراحة يعني ابروكسيميشن، فمضطرين انا وياكم شو نساوي؟ نقرب هذا الكير هيك شكل. هيك قربناه حتى يطلع رسمنا أدق شوي، بس في مادتنا هاي التصحيح
هذا التصحيح مش مطلوب معنا. كمان مرة احنا بنرسم بس الاسيمتوتس. هاي الـ A بنسميها، لها أكثر من اسم، ممكن نسميها الـ Corner Frequency، الـ Break Frequency، 3 dB Frequency، الـ Half Power Frequency. ليش Half Power Frequency؟ later إن شاء الله بنحكي، بس أنتوا عارفين إنه الـ Voltage إذا كان واحد على جذر الاثنين، واحد على جذر الاثنين، الـ Power شو هتكون؟ الـ Power بتساوي V Square على R، فالـ V واحد على جذر الاثنين الـ Voltage Gain، V على V. ف V هتصفي فولتج على جذر الاثنين الكل تربيع، هاي على جذر الاثنين رح تطلع برا هتصفي ايش؟ نص V سكوير على R، عشان هيك هاف باور. وهذا الحكي نوعا ما لمحنا له بالشرح الماضي. هيك بنكون احنا تعلمنا كيف نرسم الماجنتيود بس لسيمبل زيرو. سيمبل زيرو بس جهزناه بالاول، شو عملنا؟ حولنا 1 زائد جي اوميجا على اي. اتوقع انه الكل واضح له انه النقطه المهمه، بما انه سيمبل جي سيمبل زيرو، سيمبل زيرو معناته السلوب بتاعه 20 دي بي بير ديكيد، وحكينا شو معنات ديكيد، اتمنى يكون واضح لكم. نكمل الان. لو كان عندنا مالتيبل تيرمز، لو كيف يعني مالتيبل تيرمز؟ يعني هذا الترانسفير فانكشن كان هيك شكله. علشان اطمنك اكثر، احنا لساتنا في البسط في الزيروز. يعني لو كان عندي h of s، h of s بتساوي a في s plus z1 في s plus z2. هذا مش جاهز نرسم البودي بلوت بتاعه، صح؟ احنا لسه بنشرح ماجنيتيود بودي بلوت. شو ضايل علينا شباب؟ ضايل علينا فيز بودي بلوت. فتعالوا سوا، هاي الـ A ما عملناش معها شيء، هاي A. الآن هذا S بلس Z1، شو رأيك تأخذ Z1 عامل مشترك؟ هاي Z1 عامل مشترك، فصفت S على Z1 بلس مين؟ 1. وهون أخذ Z2 عامل مشترك، فلما أخذ Z2 عامل مشترك شو صفت معك؟ S بلس S بلس 1، وهون في إيش؟ Z2. أتوقع الأمور سهلة. فشو صفت معك؟ A constant الـ A مضروبة في Z1 مضروبة في Z2 اللي أخذناهم هذول عامل مشترك، صفت معنا 1 زائد S على S1 بدل Z1، كتبنا S1 عشان يكون ماتش مع هذا S زائد S1، وهنا شو كتبنا؟ 1 زائد S على S2. لأن هذا كلياته الكونستانتس اللي أخذناهم عامل مشترك، هذول كلهم سميناهم K. K. فإحنا تحولنا من ترانسفير فانكشن كلكم عارفينه موجود يعني متوقعينه، لا ترانسفير فانكشن شو ماله؟ جاهز نعمل له بودي بلوت. كيف يعني جاهز نعمل له بودي بلوت؟ ببساطة هذا كيف. أول شيء نذكركم، أنت شو بدك تأخذ؟ الماجنيتيود للأتش بس وين؟ في الدي بي. يعني بدك تاخذ 20 لوج الماجنيتيود الحقيقي، 20 لوج الماجنيتيود الحقيقي. طب 20 لوج الماجنيتيود الحقيقي شو حيساوي؟ 20 لوج الكي زائد 20 لوج، بس ما ننساش الابسوليوت فاليو، 20 لوج الابسوليوت فاليو ل 1 زائد اس على اس 1 زائد 20 لوج مين؟ الابسوليوت فاليو لمين؟ ل 1 زائد اس على اس 2. نبلش من اليمين. هاي كيف رسمتها؟ ببساطه روح عند وين؟ هاي السكيل تاعنا، روح عند الاس 2 وشو تعمل؟ قبليها صفر وبعديها 20 دي بي بير ديكيد، صح؟ مش هيك تعلمنا؟ هتقول لي ثلث ساعه وانت تشرح في الاخر علشان هذول الشحطتين؟ اه بالضبط، هذا هدفنا من الابروكسيميشن اللي احنا قلناه. اضمنك اكثر، هاي شو رسمتها؟ تروح عند وين؟ تروح عند الاي، عند الاس 1، وشو بتساوي؟ قبليها صفر وبعديها سلوب كم مقداره؟ 20 دي بي بير ديكيد. طب هاي ذكر الكي ماليش علاقه موجب ولا سالب، انا شو بدي اخذ؟ الابسوليوت فاليو تاعتها. ال 20 لوج الكي في الاخر هي فاليو. اذا الكي اكبر من واحد، اذا الكي اكبر من واحد، اللوج الاكبر من واحد بوزيتيف،
مضروب ب20 حيطلع بوزيتيف، واذا الكي كانت نيجاتيف حيطلع معنا ايش؟ ماينس دي بي. الان شو بدك تساوي؟ بدك تجمع هذول الثلاث رسمات مع بعض، سهلين ان شاء الله راح نتعلمهم انا وياك شوي شوي. خلينا نرجع بس ايش للكتاب والتوضيح اللي موجود فيه. شو اخذنا احنا؟ جنرالي غمضنا عيوننا وقلنا هو ايش بده؟ بده الدي بي فاليو. ماشي، شو بنعمل؟ بناخذ 20 لوج الابسوليوت فاليو اللي امامنا، هذا كل اللي طبقناه. الحلو باللوج انه الضرب بطل يخوفنا، شو عملنا؟ فرطنا صار عندنا ايش؟ 20 لوج حولناهم لماجنتيودز، حولناهم لجمع. كل واحد فيهم هذول، كل واحد فيهم نعرف نرسمه. فلو فكرنا انا وياكم سوا كيف ممكن نتعامل معهم هذول، طبعا نشوف اكزامبل بسيط. لو كان عندنا ترانسفير فانكشن اللي هي هاي السيركت، وطالب منا انه الترانسفير فانكشن امبيدنس، لساتنا بنحكي عن ايش؟ عن فولتج على في على اي، في على اي، فيزر على فيزر، فما عندناش مشكله. فهذا شو الفيزر تاعه؟ هاي ار، ما اختلفناش عليها، وهاي اس ال، التنتين شو هاي تساوي؟ ار بلس اس ال. احنا قلنا ما بدنا اياها بالصيغه هاي، شو بدنا اياها؟ خد ال ار عامل مشترك، فهي ار في ايش؟ 1 زائد اس ال على ار. عوض القيم هاي حيطلع معك انه الترانسفير فانكشن هو بالاصل 20 اللي هي الار، ار زائد اس ال. مش جديد عليكم هذا الكلام، تحولناها بالصيغه، صارت عندنا سيمبل كي مضروب بترم واحد، مش زي ما احنا شرحنا هون تو تيرمز، لا اساس احنا لسه نمشي شوي شوي. الان انا وياكم شو ناخذ؟ ناخذ ببساطه رسمتهم الثنتين. الرسمه الاولى حناخذ 20 لوج الاول، صح؟ 20 لوج الاول زائد 20 لوج الثاني. 20 لوج الاول ال 20 اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ اكبر من واحد، فطلعت معنا كم؟ 26 دي بي. فرسمنا خط بسيط اللي هو الخط اللي امامكم، هذا الخط عبارة عن 20 بس بالدي بي، كم تصريف ال 20 بالدي بي؟ 26 دي بي. هاي الرسمة الأولى. الرسمة الثانية هاي كيف نرسمها؟ كيف نرسمها؟ ببساطة روح عند المية، روح عند المية، قبل المية شو عندك؟ صفر، وبعد المية شو عندك؟ سلوب. كم هذا السلوب؟ 20 دي بي فيرتيكال. إذا ملاحظين إنه أنا الرسم دائما مش راح يطلع معي دقيق، عشان هيك احنا رجعنا للسلايدز، بس انا قاعد بكتب بالسلايدز زي ما بكتب على ورقة، فعشان هيك احنا مضطرين للرسمات جاهزة علشان يضل الشغل نوعا ما اكيوريت، فتقدر تستوعب مني اكثر. طيب بما انه هذا الكلام كلياتكم عارفين، شو صفة؟ ضل نجمع الرسمتين قبل الصفر، قبل الصفر في المنطقة هاي اللي بالنسبة لنا هاي لو فريكونسي، شو عندنا؟ عندنا 0 زائد 26 دي بي، صفت شو؟ 26 دي بي. وبعد هيك 26 دي بي زائد سلوب بمقدار 20 دي بي بير ديكيت. هاي تغير، ما اظنش انه في حدا بيعرفش يجمع رسمتين. هاي المنطقة اللي هون درسناها لحال، والمنطقة اللي هون شو في عندك؟ كونستانت زائد سلوب، يعني زي كانها A بلس B X، كلياتكم تعرفوا ترسموها. زي هيك، بس ايش؟ مش عند الصفر، مش عند المية، صارت شفت لفوق وبلشنا نرسم منها 20 دي بي بارتيكل. اتوقف هون. الفيديو القادم راح نحكي عن الفيز بلوت. احنا هون شو شرحنا؟ اعطينا انترودكشن للبود بلوت، واعطيناكم معلومات عن مين؟ عن الماجنيتيود بلوت. ظل بلوت ثاني علشان البود بلوتس. تمام، يلا يعطيكم العافيه.